هذا طارق اشتغل دائما اصبح اشتغل اذا حياتك هاي مشاهدات بين مناصرنا الرئيس السابق طبعا وبين مطالبين بالسجن هون قدام ساحة ساحة المقابر القصر. بعضهم الشباب رافعين شعارات مطالبة باستراد أموال الشعب المجتمعي تصنيف شاطر بس عنهم شريحة واحدة علينا مو مرتاني تصنيف شاطر ما عندهم شيء يعطوه او كل حزب الدمار حزب الخيانة داري الاستهداف داري الاستهداف داري الظلم داري الظلم هاي جماعة مكرية 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 حتى الوطنية ما هي خارقة هذا حزام الدمار صوم مصريين صوم مصريين صاروا قصوار حكومة الفاشلة صاروا الحاقدين صاروا المتملقين صاروا مجاحين صبيين مروا تتكلا وتشتم وهذا ناسي فيه ولا يرجع ضرك نطالب نطالب باطلاق سلاح ذو القوم ولا يقدر يطلق سلاح ما هو تدخل رئيس الجمهوري والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته Thank you.